في إدلب صدت وحدة عسكرية محاولة اعتداء إرهابيين على إحدى النقاط العسكرية قرب معمل القرميد وكبدتهم خسائر كبيرة، كما دمرت وحدات عسكرية رشاشات ثقيلة ومدافع هاون في عمليات نوعية ضد أوكار الإرهابيين في الدانة وبسامس ودير سنبل وخان السبل والبارة وإبلين ومرعيان وحاس. هذا وقد تمكن الجيش العربي السوري وضمن سلسلة عملياته المتواصلة لتطهير الأراضي السورية من إعادة فتح أوتوستراد أريحة اللاذقية بعدما قامت المجموعات الإرهابية بتفخيخ جسر بسنقول بعشرات العبوات الناسفة. أوتوستراد أريحة اللاذقية سالك وآمن بفضل الجيش العربي السوري الذي نفض غبار الإرهاب والإرهابيين عن الطريق الأساسي الواصل بين أريحة ومدينة اللاذقية بعدما سيطر الإرهاب على الأوتوستراد بهدف فصل المناطق السورية عن بعضها. طبعا نحن الآن موجودين بأعلى نقطة كانت يتمركز بها المسلحين خلال ما يسمى بمعركة أوتوستراد أريحة اللاذقية. هذه أعلى نقطة لهم معركة، وهنا مقر لقيادات المجموعات المسلحة، كما نشاهد أحدى الطلاقيات من هذه المتارس. على طول الأوتوستراد تصادفك آثار الإرهاب وما تبقى من الخراب والدمار، فجسر بسنقول تم تفجيره بعد أن قامت المجموعات الإرهابية بتفخيخه بعشرات العبوات الناسفة، إضافة للعديد من الحفر التي أريد بها إعاقة تقدم الجيش العربي السوري. إحدى سيارات المسلحين التي قام الجيش العربي السوري بتدميرها كما نشاهد سيارة تركية نوع جيب. شواهد عديدة هنا على تورط الجانب التركي بدعم الإرهابيين في سوريا، سيارة تركية استخدمتها المجموعات المسلحة وأخرى عسكرية، مواد تركية قطرية مهربة داخل أوكار الإرهابيين. هنا كما في كل الأراضي السورية تبقى الكلمة الفصل للجيش العربي السوري حامي الوطن والمدافع عنه بجدارة في ملاحقة فلول الإرهاب وضربه في كل مكان وطأت قدمه الملوثة أرض سوريا الطاهرة. في اللاذقية وخلال لقائه فعاليات